أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الإنسان جاهلا ويقرأ على باله أمور غريبة يحسب أنها حرام ولكنها في الحقيقة في كفر، وهو مفرط لا يسأل عنها، فهل يكفر إذا عملها؟ نعم. يقول سلمك الله: إذا كان الإنسان جاهلا ويقرأ على باله أمور يحسب أنها حرام ولكنها في الحقيقة في كفر، وهو مفرط لا يسأل عنها، هل يقرأ على باله ولا يعملها؟ إذا كان مجرد أنه يوسوس في نفسه ولم يتكلم ولم يعمل فلا حرج عليه، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد الوسواس لا يؤثر ولا يضر. أما إذا عمل هذا العمل، إذا عمل هذا العمل المحرم أو تكلم به فإنه يؤاخذ كما في الحديث: ما لم تتكلم أو تعمل، دل على أنها إذا تكلمت أو عملت تؤاخذ على فعلها.